رجعنا ليكم مره تانية في هو هنا، والحقيقه الفقره دي انا متحمسه لها قوي، لان دي فقره هنتكلم فيها عن الفاشن، بس فاشن وستايلينج والوان الصيف وكل حاجه اي بنت هتحتاجها في دولابها. معانا النهارده فاشن بلوجر شاطره قوي اسمها جهاد فرغلي، هتكلمنا اكتر عن ازاي تنسقي لبسك اللي في الدولاب وازاي تقدري تلبسي ايتم بكذا طريقه. ازيك يا جهاد؟ هاي، ازيك؟ عامله ايه؟ عامله ايه؟ كل حال الحمد لله. مبسوطه قوي ان انت معانا النهارده. كمان عايزاكي بقى تكلمينا اول حاجه، انت حبك للفاشن ابتدى امتى؟ ابتدى من مامتي الله يرحمها، يعني هي كانت برضو بتحب الفاشن قوي، وهي اللي حببتني في الموضوع. لما كنا بنعمل شوبينج مع بعض او كده، دايما كان بيبقى ليها راي باخده بعين الاعتبار، وحسيت وقتها انه يعني انا شبه ماما في الحته دي، فانا حبيت الفاشن منها يعني. طب وقررت انت تبتدي ازاي بقى؟ قررت انا بدات في اللوك داون ايام الكورونا. أوكي. يعني كنت لسه راجعه من السفر وجايبه لبس جديد وبتاع، وحسيت انه لوك داون هروح بيه فين يعني، فقلت لا انا هتصور بيه وهحطه على السوشيال ميديا خلاص وكده يعني. فبدات من هنا، بدات اتصور بلبسي واحطه وبتاع، فالناس ابتدت تحب الموضوع يعني. بس طب كلمينا اصلا عن الترند بقى في الصيف ده. خلينا بصي، هو انا بشوف ان الترندز يعني بتتغير كل سنه، بس ستيل الواحد يلبس اللي هو عايزه ويلبس الحاجه اللي بتليق عليه واللي هو حاسس ان هو مرتاح فيها. بس لو هنقول الترندز السنه دي، ممكن تبقى الكارجو بانتس لسه معانا من الشتاء موجوده، الراب سكيرتس موجوده، الدريسز بكل الوانها، الالوان كلها موضه يعني. ممكن يكون اللايم شويه ترند عن اي لون تاني، بس في الاخر كل الالوان موضه. الساتس الكومفي موضه يعني، حاجات كتير يعني. كل الحاجه اللي هي تحس ان انت مرتاحه فيها، انا بشوف ان هي احسن من الموضه يعني. بس انا عايز اعرف بالنسبه لك، اكيد كل سيزون بيطلع كده كام لون؟ لا اللون ده ان قوي مثلا في صيف بتلاقي الناس كلها رايحه بالظبط يعني. انا بشوف ان اللايم السنه دي وستيل البينك مع الريد، الكومبو كولرز دول ستيل موجودين يعني جدا يعني. طب ورينا بقى معاكي ايه كده يعني. حبيت اجيب حاجات مختلفه هنا. لينن سوتس بتبقى حلوه قوي في الصيف يعني. هي مثلا فيست وبنطلون، بس احنا ممكن نعملها يعني ستايلنج بحاجات كتير قوي. ممكن نلبس الفيست على اي حاجه تانية، البنطلون نفسه على حاجه تانية مع بعض. هنلبس تحتيه مثلا تيشرت وايت، هنلبس مثلا لو حدا مش محجبه ممكن تلبس تيشرت نص كم يعني. ليها ستايلنج بطريقه يعني، بطرق كتيره قوي، تتلبس الصبح بالليل يعني، حاجات مختلفه قوي في اللينن. اكتر حاجه حبيتها عامه لما دخلت عندك على الاكونت، لقيت ان انت بتلبسي كل حاجه يعني، مفيش حاجه منعاكي عشان انت محجبه، لا انت بتعرفي تستايل كل الايتيمز بطريقه حلوه جدا. بصي انا بصراحه بحس، او يعني ده فكري او ده اللي انا بحاول اوصله للناس، ان انا مش بقتنع ان في حاجه محجبه او مش محجبه. انا في حاجه اسمها فاشن وستايلينج، كل واحد بيلبس الحاجه بالطريقه اللي تناسبه، بالطريقه اللي هو عايزها. انا وانت ممكن نلبس نفس البيس، بس كل واحده فينا بطريقتها. هي دي، هو ده الكونسبت اللي انا بتكلم عنه اصلا في الاكونت. صح، انا معاكي جدا في ده. يس. خلينا نشوف تاني ايتم. مثلا لو هنقول الكارجو بانتس، من اكتر الحاجات اللي معانا السيزون ده برضو، والحلو اللي فيه برضو احنا ممكن نلبسه الصبح على سنيكر وعلى تي شيرت وعلى حاجه فيري بيزك، وممكن بالليل نلبسه على هيلز ونحط توب مثلا فيها بايات، يتقلب بقى حاجه تانية خالص يعني. بنقدر نستايله بكذا طريقه، فمن الحاجات الان قوي برضو سنتي. ايه الوان بقى ممكن نلبسها؟ عايزه لون على الازرق. على الازرق ممكن تلبسي يالو على الازرق، ممكن تلبسي جرين على الازرق. جدا يعني ممكن يعني، لا في الوان كتير يعني. واكتر حاجه يعني دايما بنصحها للبنات عامه، انه يا جماعه جربوا، في حاجات انتوا بتبقوا متخيلين ان هي مش هتليق على بعض كالوان وكستايل، بس لما بتقعدوا تجربوا حاجات كتير، لا دماغكم بتروح في حته تانية. بس البيزك بقى، الحاجات اللي احنا اي حد اصلا محتاجه في دولابه يقدر بقى يلبسه بكذا طريقه مختلفه، في حاجات بيزكس كده ديفنتلي يعني. انا لو هختار مثلا تو بيسز، فانا هختار الوايت شيرت يكون اوفر سايز، ويكون والجينز زي ده مثلا. ممكن توريه لنا؟ اوكي. يعني انا وايت شيرت زي ده، اوكي، و جينز يكون برضو اوفر سايز، لان دول اكتر حاجتين ممكن نعمل بيهم كل حاجه يعني. الجينز ده هنلبسه بطرق كتير قوي، الصبح بالليل، سنيكر، هيلز، بليزر، تي شيرت، شميس، كل حاجه هتلاقي عليه. بالذات كمان الاكسسوارز هتحول بالذات للمحجبات، لانه شويه بيكون واسع فتقدر تلبس عليه شويه حاجه قصيره مش هيضايقها. الوايت شيرت نفس الموضوع
يعني بتلبسيه على اي حاجه، مفتوح مقفول، ممكن نقلبه بلاوز، ممكن يعني نعمل حاجات كتير قوي فيه. فدول بالنسبه لي التو بيسز الجوكر في اي دولاب يعني. اوكي معاكي ايه تاني؟ معايا ايه تاني؟ اوكي ثانيه واحده. الراب سكيرت عجبني قوي الالوان، حلوه قوي. الوانها حلوه قوي، ودول برضو بينفعوا لاي حد. ممكن تتلبس الصبح على مايو يبقى كاش مايو، ممكن تتلبس الصبح وانت خارجه على تي شيرت وجاكيت جينز وسلايد مثلا فلات، ممكن بالليل بقى نلبسها على هيلز وتحط بيلت. يعني بنعرف برضو نعملها ستايلنج كذا طريقه، وبرضو من الحاجات الان قوي السنه دي تنفع لاي حد. اوكي ممكن. لا انا عاجبني قوي الالوان. صيف قوي. اخر حاجه الدريسز بشكل عام يعني موضه، وكل الالوان انا اخترت واحد كمان. بالظبط انا اخترت احط فيه كل الالوان عشان اقول ان كل الالوان موضه. ايوه فبيتلبس برده الصبح وبالليل يعني اي وقت. يعني بنغير بقى في الاكسسوارز، يعني نحط مثلا نكلسز مختلفه، ايرنج، الكلوتش، السلايد، يعني كل حاجه بالظبط بنغير بقى في الحاجات دي. طب انت لما بتيجي تشتري حاجه اوكي اكيد انت بتفكري عامه في اللبس، يعني بتفكري في الايتم كويس قوي قبل ما تشتريه، ولا انت اللي عاجبني انا هروح اجيبه؟ بصي في حاجات كده لما بشوفها يعني لاول مره ببقى عارفه ان دي هي دي البيس، يعني هي دي اللي انا عايزاها. في حاجات تانية بتبقى عجباني بس مش ببقى لسه عارفه متخيله هعملها ازاي. ساعات بتبقى الفكره بتيجي في دماغي انا هاخد الشميز ده بس انا عارفه هلبسه ازاي، ساعات لا، ساعات باخدها بعدين لما اروح اقعد اجرب بقى حاجات كتير لحد ما الاقي الستايل المعين اللي انا حبيته فيه. بس دايما يعني قبل ما اجيب الحاجه بحاول اتخيلها في دماغي الاول. طب قول لنا، طبعا في حاجات كتير قوي كانت قديمه اهلنا بيلبسوها بقى يعني امهاتنا اكيد وكده، رجعت تاني موضه. بالظبط. ايه بقى عايزينك بقى تقول لنا ايه الحاجات الموضه بقى السيزون ده كانت قديمه ورجعت تاني بشكل يعني قوي. مثلا الايرنجز الملونه، انا مثلا محجبه مش بلبس ايرنجز بس انا ممكن استخدمها ازاي؟ انا عندي ستوك كتير بتاع مامتي فبستخدمه از كلوشز، بركبها في الكول كده بكليب. أوكي. بشيل من ورا بحط بين واستخدمه از بلاش على بليزر على اي حاجه، فبحولها لحاجه تانية خالص. عامه يعني كل حاجه بنعرف نطلع منها حاجه، بس نقعد بس نشغل ايه دماغنا شويه كده ونجرب على نفسنا الحاجه الاول. التشارلز تون طبعا ستيل لسه زي ما هو، يعني دلوقتي بنقول عليه فلير بانتس يعني. بس هو كل حاجه يعني انا بشوف ان مفيش لبس وحش، في لبس بس احنا ممكن نعرف بشويه تفاصيل صغيره قوي نعرف نديله روح تانية وستايل تاني خالص. تحطي اون ستايل. بالظبط بالظبط مظبوط بالظبط. طيب كنت عايزه اعرف برضو انت يعني بتقضي وقتك ازاي؟ انا شفت الفيديوز بتاعتك فيري كرييتيف، عايزه اعرف بقى انت بتجيبي التيبس دي انت عامه بتقعدي تخترعي مع نفسك في البيت، ولا بتشوفي ده يعني بجد انسبايرد من حاجات انت شفتيها كده وكده؟ اوكي يعني انا بقعد وقت طويل قوي على التليفون الصراحه، بقعد اتفرج على فيديوز ناس كتيره قوي في كل حته، حاجات بتعجبني بس ممكن ما ابقاش عارفه اعملها عشان انا شويه محجبه، فبحاول اوظفها بطريقه تانية فاقعد اجرب انا في البيت. في حاجات انا بجربها كده مع نفسي وبتطلع حلوه، وفي حاجات لا بشوف ناس عاملينها بحب ان انا اجربها او اقعد حاجه، فهي بس تجارب يعني. في حاجات لا يعني بعملها لوحدي خالص. بتحبي تستايل بقى ناس عامه؟ يعني مش عارفه، لا مش قوي الصراحه، ممكن يعني لاصحابي حد يبعت لي يقول لي حلو ده مش عارفه ايه كده، بس كبروفيشنلي يعني ما عملتهاش مع حد. انا بعمل الجهاد بس للاكونت بتاعي للسوشيال ميديا بتاعتي بس. طب انت حابه تعملي ايه في قدام يعني؟ هل حابه يبقى ليكي براند ولا انت؟ ديفينتلي وام وركينج يعني ان شاء الله اون ذس، بس لسه الموضوع بس بياخد وقت عشان اطلع حاجه زي ما انا عايزاها، فبس يعني ان شاء الله ده في البلان يعني بتاعتي. مستنيينك بقى بالبراند الجديده بتاعتك ان شاء الله. ثانك يو ميرسي، انا انبسطت قوي انك كنت معايا، وفعلا الحاجه دي حلوه قوي وفعلا هي ترند جدا السيزون ده. كان معانا جهاد طبعا اكيد ساعدتنا بالتيبس بتاعتها. خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم مره ثانيه.